طيب مش هنبعد عن بني سويف وهنتكلم على المدن الجديدة وتحديدا بني سويف الجديدة. قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان إن إجمالي استثمارات خطة تطوير وتأهيل ورفع كفاءة البنية الأساسية اللي هي إيه؟ اللي هي صرف مية كهرباء طرق بمدينة بني سويف الجديدة وصلت ل 2.2 مليار جنيه، وده منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي وحتى هذه اللحظة. وأشار كمان أنه تم وضع خطة التطوير والتأهيل المنظومة بعد زيادة المساحة المخصصة والمخطط تنميتها للمدينة من 5000 فدان لحوالي 25000 فدان في عهد الرئيس. ده بيوازي لو احنا بنحسبها كده 5 أضعاف المساحة المخصصة في بداية نشأة المدينة، مدينة بني سويف الجديدة. عايزين طيب نعرف تفاصيل أكتر، عشان كده معانا المهندس عمرو خطاب المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان. مهندس عمرو، تحياتي لحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا، تحياتي لحضرتك يا فندم والساده المستمعين حضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بيك. عايزين حضرتك بس تعرفنا تفاصيل اكتر عن مدينه بني سويف الجديده. هو زي ما حضرتك تفضلتي في المقدمه مشكورا، المدينه هي الظهير يعني الممتد للمدينه الام بني سويف، وهي مدينه بني سويف الجديده. وكانت فعلا زي ما حضرتك قلتي هي مدن الجيل الثاني من المدن الجديده، كانت على تخطيطها على 5000 فدان. منذ تولي السيد الرئيس تم صدور قرار جمهوري بزياده الرقعه المتاحه للمدينه اللي هي بتوصل ل 25000 فدان، فبنتكلم حوالي 5 أضعاف فعلا المتاحه اللي كانت مخططه. وده استلزم طبعا تنفيذ شبكه من الطرق وشبكه من المرافق وشبكه من البنيه التحتيه، كهرباء، صرف ميه، كل المرافق عشان المساحه السكنيه الجديده والصناعيه الجديده، وفي نفس الوقت تنفيذ الخدمات. فده بيستلزم تنفيذ بنيه تحتيه اللي اتكلفت زي ما الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان اشار في التصريح 2.2 مليار منذ تولي السيد الرئيس. فبنتكلم حضرتك حوالي تم تنفيذ 233 كيلو متر طرق، وحوالي وجاري حاليا تنفيذ 125 كيلو متر اخرين. وده طبعا استلزم ان حضرتك نمد مرافق للكلام ده، فعندنا محطه ميه قائمه كانت حوالي وصلت 100000 متر مكعب يوم، وتم تطوير محطه الصرف القائمه اللي طاقتها الانتاجيه حاليا 52000 متر مكعب يوم، اللي هيفصل فيها الصرف الصناعي عن الادمي ونعيد استخدام المياه تاني في المسطحات الخضراء والغابات الشجريه. نفس الوقت تم اضافه وحدات سكنيه عشان خدمه اهالينا اللي في الصعيد، وطبعا طبقا لاهتمام الدوله المتواصل بصعيد مصر وتنفيذ 8 مدن من مدن الجيل الرابع في صعيد مصر في اخر 4 سنوات، تم تنفيذ 10000 وحده سكنيه حاليا تم اضافتهم للمدينه عشان تتابع ده مجمل المدن اللي موجوده في الصعيد بشكل عام. احنا عندنا في مدن الصعيد في مدن جيل اول وثاني موجوده، وتم اضافه 8 مدن بس في اخر 4 سنوات. يعني مدن الجيل الرابع تم اضافتهم من مدن، احنا عندنا 3 أجيال من المدن وتم اضافه. هتقل عليك وتقول لي مثلا ايه هم تحديدا؟ عندنا مدينه الفشن وملاوي الجديده، وعندنا بجنب المنيا الجديده، وعندنا اسيوط الجديده كانت موجوده وبقى في غرب اسيوط بتخدم دلوقتي محافظه اسيوط. عندنا تطوير في بعض المدن القائمه زي اسوان، في اسوان الجديده اتعمل لها تطوير وبرده زياده في المساحه السكانيه. ده حضرتك الاستثمارات اللي بتتم دي مش بتتم كده بشكل غير مخطط، دي خطه الدوله في توسيع الرقعه المساحه السكانيه والاستثماريه عشان جذب الاستثمارات، توفير اراضي للاستثمار، توفير فرص عمل لاولادنا ولاحفادنا والاجيال الجايه، توفير مرافق ذكيه، وتوفير جوده حياه للمواطنين في الاماكن اللي بتعمل فيها المدن دي. عايز اقول لحضرتك انه احنا كان مخطط ان المدينه حاليا فيها 100000 نسمه، مخطط بالتخطيط اللي حضرتك قلتي عليه 25000 فدان انها توصل 600000 نسمه. فاحنا بنتكلم استيعاب المخطط ده اللي هو يخلص يعني سنه كام؟ احنا حاليا بنتكلم في 25000 نسمه وشغالين في الخطه اللي قسمناها على 4 سنوات، فبنتكلم في الاستيعاب الكثافه السكانيه 600000 نسمه. فزمان كنا بنتكلم في 20 خطه سنويه، خطه 20ية، خطه 30ية، احنا النهارده بنتكلم في خطه 5 سنوات ب5 سنوات، وبنجري اسرع مما كنا بنعمل قبل كده. فبالتالي حضرتك زي ما سمعت الاستاذ يعني 5 سنين المخطط ليه بالظبط. فاحنا عندنا خطط للتنفيذ، بدأنا فعلا في حوالي 8 أحياء دلوقتي، الـ8 أحياء دي هتستوعب الزيادة السكانية، بنتكلم في حوالي 100000 نسمة آخرين زي اللي موجودين في المدينة حاليا. عايز أقول لحضرتك كمان إنه معلش بس عشان المشاهد ما يتلخبطش، حضرتك بتتكلم دلوقتي على بني سويف الجديدة ولا بشكل عام عن مدن الصعيد الجديدة؟ أنا بتكلم على بني سويف الجديدة فقط يا فندم. اتفضل. بني سويف الجديدة فقط، مدن الصعيد تستوعب فيها كثافات سكانية أكبر من كده، أنا حاليا إحنا كلامنا على بني سويف الجديدة بس. الكثافات السكانية وعملية التطوير اللي حصلت في المدينة جذبت السكان بشكل أسرع، فإحنا كنا جذبت سكان المدينة الأم ولا بشكل عام برضو؟
سكان المحافظه. المحافظه الام. تمام. المحافظه الام. عايز اقول لحضرتك برضو انه الساده الساكنين المحافظه القاطرين المحافظه واللي راحوا زاروا المدينه هي لا تنفصل عن المدينه الام، هي يفصل بينهم طريق يعني مسافات بعيده. فبالتالي اهل المحافظه مستفيدين، اهالي المحافظات المجاوره هيلاقوا فرص عمل وفرص تعليم وفرص خدمات لاولادهم في المدينه، يعني مش بنبعد قوي لان شبكه الطرق بقت مرنه دلوقتي بتحرك الناس بسهوله. في نفس الوقت القاعده الصناعيه اللي في المدينه اللي بتجذبها بتجذب برضو استثمارات فبتفتح فرص عمل جديده، فطبعا ده اللي قلنا يتطلب يعني اضافه حاجات لاضافات وحاجات سكنيه ومشروعات خدميه في المدينه. احنا برضو عندنا الاسعار اخبارها ايه يا فندم؟ برضو حضرتك احنا في تنوع. مدينه بني سويف الجديده برضو بتمتاز ان هي في منطقه مأهوله ومنماه بالفعل، فعندنا تنوع من اول الوحدات الاسكان الاجتماعي والاسكان المتوسط ومحدودين الدخل ومتوسط الدخل، وعندنا الاسكان المميز، وكان في طرح قطع اراضي الفترات اللي فاتت برضو للاهالي اللي هم بيتملكوا قطع اراضي ويبنوا وحداتهم بنفسهم. فالاسعار عندنا متفاوته حسب المساحات وحسب برضو زي معظم المدن عندنا انواع من التشطيبات، انواع من المساحات مختلفه موجوده، بيبقى في تنوع لكل بتناسب يعني المستويات الاجتماعيه المختلفه اكيد. المهندس عمرو خطاب المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، شكرا جدا لحضرتك يا فندم على كل هذه المعلومات.